طب حضرتك تعرضت لسرقة من فترة قريبة، ولما اكتشفت ان اللي سرقك ده كان بيشتغل معاكي انتي تنازلتي عفوت. وتسامحتي؟ لا هو بصي، الولد ده انا ربيته يعني، واخداه وعنده 10 سنين وبقى عنده 19 سنة، اشتغل في المكتب وبعد كده خدته معايا لما نقلت البيت الجديد، خدته معايا عايش في قلب بيتي ومع المفاتيح، وهو اللي بيفتح الخزنة، هو اللي بيحط الفلوس، هو اللي بياخد منها. كانت بنتي بتعمل دكتوراه، هو ياخد الفلوس يروح يدفع للجامعة، يحجز حاجات كده يعني، فمدياله امان اكتر من الثقة، ولادي، وهو ثقة اللي وأمان. عايش معايا، هو وابني. وبنتي كانت بتسافر فرنسا بتدرس وكده، فيعني فاتح كل حاجة، عارف كل حاجة في البيت، شكل عصابة، خاله خالته شكله وانا ربي. عصابيات. شكل عصابة. اخد الولد ابن ابني، بقولك الولد ده هو دلوقتي في اولى جامعة، ابن ابني اخده وقعدوا مع بعض في كافيتيريا، والمكتب عندي جنب البيت، فرحت انا على المكتب وهو عارف ان انا سبت البيت خلاص مش موجودين. عامل مفتاح على المفتاح اللي معاه وقال لهم الخزنه فين مكانها، مفاتيح الخزنه فين. فدخلت انا لقيت الخزنه مفتوحه بتاخد الفلوس اللي فيها والمفتاح بتاع الخزنه متعلق فيه، فاوتوماتيك احساسي جه هو، بس بتكدبي روحك ليك ومش ربياه. قادره اجرحه واقول له انت اللي عملت، ومفتوحة باب الفيلا بالمفتاح الطبيعي. فخلاص قدامهم، قلت انا هبلغ بوليس النكدة، اتصلت ببوليس النكدة، الخزنة كان فيها قد ايه؟ كنت جايبة فيها فلوس، حاطة فيها الفلوس عشان اشتري عربية، كانت فيها 400 ألف، كنت هجيب العربية لابني لاني بيعته العربية وهو في المستشفى، كان في دار الفؤاد بيعمل عملية انفجار في الرئة، يا ساتر يا رب. فعمل 3 عمليات وقعد فترة، فكنت لازم اروح ادفع فلوس، فما كنتش فيه انا فما فحطيتي الفلوس اللي ما معاكي؟ كانش لا انا ما بستعملش الفيزا دي، ما بعرفش استعملها، انا لازم اروح البنك اجيب الفلوس، واروح البنك عند البنك اللي فيه جوزي اللي فيه المديرين اللي انا اعرفهم، وانا ما بعرفش رقم حسابي ده. شفتي التركيبة؟ مع انك ست قوية وبتديري شغل، ولكن مش عارفة رقم حسابي، انا مدير البنك بروح له، وهو ده زميل جوزي، وجوزي كان مدير بنك القاهرة برضو، واروح اقعد وهو اللي يعرف حسابي كام والحكاية ايه، يطلع من على السيستم وبتاع عايزة قد ايه، مش عايزة دي، هتحطي هتعملي ايه، ولا ليها دعوة. وبس كده. طب الفيزا خدتها بس ما بعرفش استعملها في مكتب، انتي رحتي قلت لهم انا هبلغ البوليس، بس انتي ما بلغتيش البوليس. فالفلوس حطاها، لا بلغت الفلوس حطاها علشان هجيب هو اخد منها، دفع فلوس لبنتي، دفع فلوس للدكتوراه بس، فاخد منهم 17 وسايب الباقي من بقيه ال 400، يعني هو ال 400 قال له 17. ما علينا، لما لقيت الحاجات دي قلت هبلغ بوليس النكده، اتصلت بوليس النكده قدامهم، كان طبعا المكتب كله جه معايا وهو موجود وابني موجود، فما ما انتهزش، جم عملوا معاينه وبتاع، اخدوا تليفونه، الحقيني خد التليفون يا ماما، هو بيقول يا ماما، خدوا التليفون يا ماما، ايه قال لك بس احنا ايه هنعمل كده نشوف، بس شافوا الكاميرات، هو لقى الكاميرات قالوا له اعمل لنا قهوه، بيعمل قهوه ايه ما بيرجعش، قالوا تعالى معانا، خدوا عيل، اخدوا اتعلق بقى ولا مش عارفه اتعمل فيه ايه. المهم تاني يوم جابوا بعتوا لي ضابط عندي، انا بدافع عنه، انتوا واخدينه ليه؟ ده ابني يعني هيسرقني مش هيسرقني بتاع. فالمهم راح الضابط ده بيقول لي انا كنت بنحقق في قضيه البنت بنتها هي اللي سرقت الخزنه هي وجوزها، وخبوا الفلوس تحت السرير تمهيد. فقلت له يا للدرجه دي بنتها؟ وبتاع، جاي لي تليفون قالوا لي مدام سميره، قلت له ايوه، قال احنا مباحث الهرم التليفون، خدي كلمي. ايه؟ قال يا ماما انا محمود، يا ماما ايه يا ابني في ايه انت لسه ما خرجتش؟ قال يا ماما انا اللي سرقت الفلوس، وانا خلوهم يسيبوني عشان مقلعين، يا ماما انا عايز ايه، عايز اخرج، انت اللي خدت. عارفه تلكت يعني، انت عارفه لما تكوني عندك الاحساس وانت رافضاه، فتلكت. طيب الحكايه الروايه وبتاع ما اعرفش ايه، الفلوس حاجات جابوها
جابوها، بس جابوها ناقصه، والذهب اللي اتاخد كان فيه ذهب مرجعش، فلوس دولار ويورو وبتاع، رجع منهم 200 يورو و200 دولار بس. وعفيتي عنه. رحت النيابه، هما قال لي الفلوس رجعت، ما قالوليش انها ناقصه ولا اي حاجه. فما رحت على النيابه فبقول لهم يعني بروح القانون، الوالده اخوه لسه متوفي السنه اللي فاتت في نفس الشهر، كنا في شعبان في نفس الشهر، فهو ما هو الوحيد اللي بيعول اهله، فانا متنازل عن الحكايه. قالوا لي السرقه ما فيهاش تنازل، قلت لهم ده بروح القانون عشان ربنا، انا اللي اتاذيت وانا اللي متنازله. قال لي هتتنازل عنه، هتتنازل عن الثلاثه التانيين. قلت له عامل بيهم ايه؟ هحبسهم عامل بيهم ايه؟ تنزل. ادي قصه السرقه. تنزلت وخرج، بعد خرجوه بعد شهرين تقريبا. طبعا من ساعتها ما شفتيهوش؟ لا لا ما شفتوش. ما اثرش معاكي نفسيا الموضوع ده؟ هو أن طبعا انت عارفه لما يبقى حاجه منك، يعني هقول لك على حاجه، انا كان عندي فرح بنتي، هو او ليهم راح جايب بدلته وحاجته وبتاعه ووراها المريم عشان اللي هيجي بيها، يعني عارفه تعامليه ابنك. القصه دي خلت حضرتك تاخدي حذرك، يعني غيرت في طريقتك في التعامل ولا لا؟ لا، هو اللي خلاني ان انا اعمل علامات استفهام على بعض الناس، ان في ناس اتعاشروا معايا انا وجوزي وعاشوا معانا 32 سنه، عيش وملح وسندتيهم واشتغلوا على حسك وباسمك، وفي النهاية قلة الأصل ظهرت وانت ما تتخيليش، ومن بلدك وكل حاجة. قلة الأصل دي اللي كانت عبارة عن ايه يعني؟ قلة الأصل انك انت يعني انتاجيا فلوسك راحت، طمع فيكي، طمع في فلوسك كده. انت واضح ان ناس كتير بتطمع فيكي. فاكرين اني هبله؟ هو يعني لغايه دلوقتي القصص اللي انت بتحكيها بتقول ان انت طيبه طيبه، مش هبل، طيبه طيبه مش هبله. لا طيبه، يعني ممكن تتنازلي عن حاجه لكن انت مش هبله طبعا. هتتنازلي، بس مش هتتنازلي عن كرامتك، مش هتتنازلي عن 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 سميره. لا لا انا بحترمها. لا طبعا واضح ان وسنين سنين من الشقة، كل واحد فينا بيبقى فخور بالرحلة اللي هو عملها في حياته، وانتي ما عملتيش حاجة قليلة. بصي شغلك، علاقاتك بالناس، يعني انا بصي من ابسط البساطة وقريبة للناس كلها، بس جدعة، مواقفي جدعة، انا لو حد طرق بابي ما رجعوش، ما كسرش بخاطره، لو ما معكيش الا اللي في جيبك ده بس، وقصدك ما تكسريش بخاطره. يعني انا تركيبه، يعني تركيبه كده، بحب الناس قوي، قريبه قوي منهم، انا ممكن اقعد على قهوه حاجات كده يعني. طب تعرفي تطبخي في الاخر؟ انا طبعا استاذه يا اختي، تعرفي تقفي في المطبخ لغايه دلوقتي؟ طبعا انا ابصي الفطير المشلت تعمله، لا الرز معمر اعمله، الحمام المحشي الله يرحمه جلال الشرقاوي ما كانش ياكل الحمام المحشي الا من ايدي، كنت بعمله المكسرات واللحمه المفرومه والكبد والفريك، تركيبه كده. السمك الصياديه، حاجات بقى الاسماك اللي هي اسكندراني. يلا تيجي تطبخي لنا بقى مره في المطبخ. يلا ده مش كده برضه؟ تنورينا تنورينا، اسعدتينا ونورتينا بجد، اسعدتينا ونورتينا، وكانت حوار ممتع وصريح اعتقد من قلبي. انا اللي سعيده بيكو، هي بيقولوا قعده الستات، لكن احنا قعده ايه عارفه؟ حبايب، اصحاب، اصحاب، حبايب، قرايب، اهلي. حبيبتي انا كفايه ان انا مش حاسه ان انا غريبه في وسطكم. ربنا يديم عليك الصحه حبيبتي وتسعدينا باعمال تانية احنا مستنيينها ان شاء الله. بنشكر حضرتك ميرسي جدا جدا جدا. سلام. خلونا بعد هذا الحوار الممتع نطلع فاصل ونرجع بعد كده نكمل بالفقره.